عقد وزير الداخليه محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الامنيه حيث تناول الاجتماع مراجعه المراحل التنفيذيه لاستراتيجيه العمل الامني في المرحله الحاليه واستعراض محاور الخطط الامنيه عقد السيد محمود توفيق وزير الداخليه اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الامنيه بمواقعها عبر تقنيه الفيديو كونفرنس لمراجعه المراحل التنفيذيه لاستراتيجيه العمل الامني في المرحله الحاليه واستعراض محاور الخطط الامنيه في بدايه الاجتماع اعرب وزير الداخليه عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطه في شتى مجالات العمل الامني والتي اسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والانجازات والتي انعكست على انخفاض معدلات الجريمه مشيرا الى حاله الاستقرار الامني على كافه الاصعده رغم التحديات الناجمه عن المتغيرات والاحداث التي تشهدها الساحه العالميه موجها الشكر لمن اوفى العطاء ومؤكدا على ثقته في توالي الاجيال على حمل رساله الامن مشيرا الى ان استراتيجيه الوزاره في حركه ترقيات وتنقلات ضباط الشرطه 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديده من القيادات والاستفاده من الخبرات التراكميه والتخصصيه لهم. وقد وجه وزير الداخليه الى اهميه مواصله ترسيخ شعور المواطنين بالامان من خلال التوظيف الامثل للامكانيات الماديه والتقنيه والاداره الرشيده للقدرات البشريه والانتشار الجيد للقوات. ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لدحر المخططات الإجرامية قبل تنفيذها ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تزليل أي معوقات للعمل الأمني ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشري الامني والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الاداء الامني، واكد وزير الداخليه على اهميه الحفاظ على المستوى المتميز للاداء الشرطي في كافه القطاعات الامنيه، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيريه للتيسير على المواطنين، وتعظيم الدور المجتمعي للشرطه، والتاكيد على مراعاه البعد الانساني عند التعامل مع المواطنين اثناء تنفيذ الخطط والاجراءات الامنيه. والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكالة إليهم